فريق نهضة تبركان وكذلك كل مكونات فريق أولمبيك أسفي بعد الخطأ اللي ارتكبه في آخر مقابلة. الطريقة كيف كانت يعني بعد تسجيل الهدف كل اللاعبين كل اللاعبين رجعوا من أجل تحية منير المرابط، وطبعا كانت الهدية هو الهدف المسجل ضد فريق أولمبيك أسفي. وتابعوا كان هناك مطالبة بركلة جزاء من اللاعب فادر قال